بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 11 من محاضرات مادة M180. آخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت كان موضوع الريكيرجن، كنا واقفين على المثال الخاص بالفيكتوريال، فيكتوريال إكزامبل. The vectorial for any positive integer n. لو انت حبيت تحسب الفيكتوريال لأي رقم بوزيتيف موجب وليكن ال n، بيتكتب بالمنظر ده n علامة تعجب اللي هو n vectorial is defined to be the product of all integers، عبارة عن مضروب أو عبارة عن ضرب كل الأرقام الصحيحة in between اللي بتتراوح ما بين الواحد and n inclusive، ما بين الواحد وال n على سبيل الحصر. يعني مثلا لو قلت لك عايز احسب 5 مضروب الخمسة اللي هو 5 وبعد كده علامة التعجب، عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1، يعني هو نفس القانون ده، مضروب ال n عبارة عن ال n في n ناقص 1 في n ناقص 2 في n، وهكذا لحد لما اوصل لمين؟ للواحد. شيل ال n وخليها 5، يبقى مضروب الخمسة عبارة عن 5 في 5 ناقص 1 يعني 5 في 4 في 3 في 2 لحد لما اوصل الواحد. يبقى انا كده وصلت للفكرة بتاعة المضروب اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هو الفاكتوريال. طيب تمام، ولكن احنا اشتغلنا المحاضرة اللي فاتت على مثال، كان المثال ده في البروجكت بتاع الريكيرجن، اهو هو ده المثال. تمام، واشتغلنا بالفكرة بتاعة الميثود اللي اسمها فاكت، دي عبارة عن ميثود بتطبق مفهوم الريكيرجن. ليه؟ لأن الميثود دي أنا بستدعيها تاني من داخلها، واتفقنا اللي هو ده القانون بتاع الفاكتوريال. آدي اسم الميثود هو اسمها فاكت، يبقى أنا بعمل ميثود وفي نفس الوقت بستدعيها من داخلها، بعمل لها كول من داخلها. هو ده مفهوم الريكيرجن. يبقى الفاكتوريال بالمثال اللي أنت شايفه ده افضل تطبيق لموضوع الريكيرجن. واشتغلنا المحاضره اللي فاتت وطلعنا ان الفيكتوريال بتاع الخمسه كان عباره عن 120، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل قبل ما نروح نكتب الكود، شرحنا فكرته عامله ازاي. طيب تمام، طبعا انت اكيد لسه فاكر القانون ده. طيب تمام، ولكن قبل كده قلت لك ان كان عندنا دكتور في الدراسات العليا قال لك لا انا عايزك تعمل نفس الكلام. طبعا ده اتطلب منه قبل كده، هو طالب في كلية هندسة، اتطلب منه ان هو يعمل نفس الكلام بدل ما يشتغل بالنظرية ديت، لا يشتغل بنظرية تانية. ايه هي؟ يعمل الكود مانيوال، يعني ما يجيش يعمل لي ميثود وينادي الميثود من داخلها، ما يطبقش مفهوم الريكيرجن. هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين نطبق مفهوم الريكيرجن وفي نفس الوقت تطلع لي نفس النتيجة بتاعة الفيكتوريال، والا يبقى انت كده ما عملتش حاجه. طب هعمل ايه؟ المساله بسيطه جدا، هاخد الكود ده كده كوبي. المحاضره اللي فاتت انا كنت بدات في عمل بروجكت، البروجكت ده اسمه فيكتوريال، طبعا هشيل الكومنت ده ويلا بينا بقى نكتب الكود بتاعه. طبعا الكود بتاعه احنا اخدناه كوبي، مجرد فقط اللي احنا نعمل له بيست. طبعا دي عباره عن ميثود، فاكيد هروح اعمل بيست خارج مين؟ خارج المين ميثود. طيب تمام، ممكن واحدة واحدة تفهمني الفكرة ماشية ازاي؟ اتفقنا ان دي عبارة عن ميثود، اسمها ايه؟ سميها زي ما انت عايز، ولكن انا مش عايز اطبق مفهوم الريكيرجن، نوت ريكيرسيف. يبقى انا عايز احسب الفيكتوريال بطريقتين، مرة بمفهوم الريكيرجن، وده خلصناه المحاضرة اللي فاتت، من خلال القانون ده اللي هو ان بيكوال فاكت، افتح اقواس الفاكت بتاع ان ناقص واحد. جميل جدا، وروحنا نادينا ميثود من داخلها. المره دي لا، عايز احسب الكلام ده نوت ريكيرسيف، عايز احسبه مانيوال بايديا. فعملت ميثود اسمها فيكتوريال، الميثود دي بتريتيرن قيمه لونج، وطبعا دي ميثود ستاتيك، يعني ما بعملش اوبجكت علشان خاطر اناديها، مش لازم اروح اكريت اوبجكت من الكلاس علشان خاطر اعمل لها كول، بابليك علشان خاطر اقدر اعمل لها كول من اي مكان. الميثود دي اللي اسمها فيكتوريال اللي بتعمل ريتيرن القيمه لونج اللي هي عباره عن البرودكت، دي القيمه اللونج بتاعتي.
بتاخد الرقم اللي انت عايز تحسبه. انا عايز احسب الان، عايز احسب 5. فيكتوريا الخمسة بكام؟ اكيد ب120، ولكن انت حسبتها ازاي؟ الفكرة بسيطة. هروح اعرف متغير. المتغير ده اسمه برودكت، عبارة عن متغير لونج، وهقول له بيساوي كقيمة مبدئية initial value بواحد. وبعد كده هشتغل بفور. الفور دي هتلف من اول الاي بواحد لحد الاي اقل من او يساوي الرقم اللي حضرتك هتبعتهولي. هبعت لك 5، يبقى هلف من اول واحد لما هو اقل من او يساوي 5، يبقى هلف 5 مرات. في كل مرة هروح اعمل ايه؟ هو ده اللي انا عايز اقوله. في كل مرة هروح بقى احسب البرودكت، ولكن بشكل يعني مختلف شوية. هقول له برودكت بيكوال برودكت مضروبة في الاي. انت قلت لي اول مرة الاي بكام؟ بواحد. والبرودكت بكام؟ البرودكت بواحد، صح كده؟ واحد في واحد، وخزنها هنا. يبقى البرودكت اول مرة بكام؟ اول مرة بواحد. طيب تمام، يبقى البرودكت بواحد، والاي هزودها واحد، يبقى الاي باتنين. اتنين في واحد بكام؟ باتنين. يبقى البرودكت بكام؟ باتنين، لان اتنين في واحد باتنين. بعد كده الاي اصبحت بكام؟ بتلاتة. تلاتة في اتنين بستة. يبقى انت كده ماشي معايا لحد الان، تلاتة في اتنين بستة. طيب تمام، يبقى البرودكت بكام؟ بستة، والاي اصبحت باربعة. انت كده اكيد فاهم انا بعمل ايه. 6 في 4 بكام؟ ب24. يبقى البرودكت بكام؟ ب24. والاي اصبحت بكام؟ ب5. 5 في 24 ب120. يبقى احنا كده خلاص حسبنا البرودكت. عايز تتاكد؟ حسبناه بطريقه مانيوال، وكده على فكره ما ارهقتش البروسيسور. لو تلاحظ كده انا اشتغلت عادي جدا، مفيش اي ارهاق للبروسيسور. هتقول لي بس دي عباره عن لوب. هقول لك مش هترهق البروسيسور، يعني مقارنة بايه؟ بالريكيرجن مش هترهقه قوي يعني. يعني لو جيت تعمل مقارنة، لا، اللوب اقل شوية، اقل في الضغط شوية. طيب تمام، عايز اروح اطبع بقى الكلام ده. هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان، برنت ال ان، ولو سمحت عايزك تطبع لي الكلام ده. طب ما تروح تناديلي على الفيكتوريال. ادي الفيكتوريال، وهبعت معاها كام؟ هبعت معاها 5. كليك يمين وقول له عايز اعمل ران الفايل، هيطلع لي 120. عايز ابعت معاها 4، اكيد انت عارف هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 24 اهو، لو انت متابع معايا. عايز ابعت معاها 3، هيطلع لي 6. عايز ابعت معاها 2، وهكذا. بقى تقدر تجرب كل الارقام اللي حضرتك عايزها، هيطلع معايا 2. يبقى 2 6 24 120. يبقى انا كده شغال تمام، مفيش اي مشكله خالص. اذا حسبت موضوع الفيكتوريال بطريقتين، مره بالريكيرجن ومره مانيوال من ايه، من غير الريكيرجن. طيب تمام، جه هنا بقى بيقول لك على نفس اللي احنا عملناه من شويه. بيقول لك بقى تقدر تحسب الكلام ده، ولكن من خلال موضوع الريكيرسيف اللي هو الريكيرجن يعني. وبيقول لك على المعادله اللي انا وانت استنتجناها مع بعض. هتقول لي ده شكلها غريب ولا غريب ولا حاجه. المساله سهله. فيكتوريال كان also be defined recursively بالمنظر ده. الفانكشن بتاعت ال n، او الفيكتوريال اسف بتاعت ال n، ما الفيكتوريال دي عباره عن فانكشن يعني انا بحسبها. الفيكتوريال بتاعت ال n مضروب الخمسه. لو كانت ال n اكبر من او يساوي الواحد، يبقى انا هشتغل من اول الايه، الواحد وطالع. ولو كانت بزيرو، احنا اتفقنا لو كانت بزيرو يبقى بواحد. مضروب الزيرو كام؟ واحد. طب لو كان من واحد لحد مثلا 5 6 7 وارقام كلها بوزيتيف عادي موجب، قال لك هتروح تضرب ال n في فيكتوريال n ناقص واحد. طب انا جبت الكلام ده منين؟ ما هو هو ده الكلام اللي احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت. هو ده نفس الكود، نفس القانون، نفس اللو بتاعنا. n بيكوال فاكت اللي هي عباره عن f اوف n ناقص واحد. هو هو نفس الكلام. لو كان الرقم اللي انت عايز تحسبه اللي هو الان اكبر من او يساوي الواحد، يبقى القانون ده هو اللي هتطبقه. ان مضروبه في اف بتاع الان ناقص واحد، ده هو الفيكتوريال ناقص واحد. طب لو بزيرو هيبقى بواحد. تمام، ده حساب الفيكتوريال بتاع الان. اذا الشكل ده خلاص انت فهمته، تقدر بقى تحفظه سهل جدا.
بيقول لك a vectorial is defined an item items of another vectorial until the basic case of zero is reached. هيفضل يشتغل 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 لحد لما يوصل للزيرو، ومضروب الزيرو بكام؟ بواحد، خلاص يعمل ستوب. هو ده الفكرة. طبعا راح يشتغل بنفس الكود بتاعنا public static long vectorial int n، وبدل ما يشتغل 0 و1 لا يشتغل 0 فقط. ارجع للمثال بتاعنا، احنا كنا بنشتغل على ايه؟ كنا بنشتغل هنا في المثال بتاع الريكيرجن، كنا بنشتغل بقول له لو كانت ال n اكبر من او يساوي الواحد، لو كانت ال n اكبر من ولا اقل من، اقل من او يساوي الواحد، يعني الواحد والزيرو ده ريتيرن 1. لو كانت ال n اقل من او يساوي الواحد، يعني الواحد والزيرو. هو هنا يعني ما خدش الواحد في اعتباره وراح يشتغل بايه؟ راح يشتغل بالزيرو فقط. لو كانت ال n بتساوي زيرو معروف هروح اعمل ريتيرن لمين؟ هعمل ريتيرن ل 1. else بقى اشتغل بالقانون اللي انا وانت اتفقنا عليه، n مضروبه في fact n ناقص 1. هو هو نفس المثال، ولكن الشرط ده اختلف. هنا حسب الزيرو فقط، انا حسبت لك الزيرو والواحد مع بعض، ما فيش اي مشكله خالص، اشتغل بالمثال اللي هو قايل لك عليه، هتلاقي نفس النتيجه تماما. لو رحت لقيت الرقم اللي انت عايز تحسبه بزيرو ريتيرن 1، انا هنا كنت بقول لك لو كان الرقم اللي انت عايز تحسبه زيرو او 1 رجع له 1، يبقى انا يعني اشتغلت على رقمين. هو هنا اشتغل على رقم واحد فقط. غير كده روح ريتيرن الايه؟ الناتج بتاع الاكسبريشن ده او القانون ده، ان في الفاكت او الفاكتوريال ان ناقص 1. يبقى انا كده شغال تمام، ما عنديش اي مشاكل خالص، وكده فاهمين الفكره ماشيه ازاي. وراجع تاني بيشرح لك، والله احنا خلصنا الكلام ده قبل منك، خلاص احنا فاهمين. فاكتوريال 5 عبارة عن 5 فاكتوريال 4، صح كده؟ واحنا عرفنا جبنا ده منين وشرحناه بالتفصيل. الأربعة دي عبارة عن ايه؟ الأربعة دي عبارة عن 4 فيكتوريال 3. طب والتلاتة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 فيكتوريال 2. طب والاتنين دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 فيكتوريال، وهكذا نفس الكلام اللي احنا عملناه، صح كده؟ طيب تمام. 2 6 24 120 بنفس الطريقة اللي احنا حسبناها، هيجي يقف لحد لما يوصل للواحد. فيكتوريا للزيرو بواحد، وفيكتوريا للواحد بواحد، فيكتوريا للزيرو بواحد وفيكتوريا للواحد بواحد. وشرحنا الكلام ده بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت علشان خاطر نكون عارفين الشكل ده. بكتب 5 اهو تاني، لو انت مش فاهم الكلام اللي هو كاتبه ده هنا، تعال اشتغل بالطريقة الاسهل. تعال هنا في الايه، في موضوع الريكيرجن اهو، انا كنت بقول لك مضروب الخمسة عبارة عن التالي. مضروب الخمسة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 × 4 × 3 × 2 × 1. طب مضروب الاربعة عبارة عن 4 × 3 × 2 × 1. طب مضروب التلاتة عبارة عن 3 × 2 × 1. طب مضروب الاتنين عبارة عن 2 × 1. طب مضروب الواحد عبارة عن 1. طب مضروب الزيرو عبارة عن 1. تعال هنا، 2 × 1 بكام؟ ب2، و3 × 2 × 1 ب6، 6 × 4 ب24، 24 × 5 ب120. حسبتها ازاي؟ تعالى كده، مش ده هو ده؟ تمام، شيل لي كل ده وحط لي ما يقابله اللي هو عبارة عن مضروب 4، وتقدر بقى تطبق نفس الكلام على نفس الفكرة. مش ده، ده اهو الجزء ده هو ده؟ ايوه. طب شيله وحط لي مضروب التلاتة. طيب مش ده هو ده؟ شيلهولي وحط لي مضروب الاتنين. طيب مش ده هو ده؟ شيلهولي وحط لي مضروب الواحد. يبقى انا كده وصلت لنفس الصوره اللي هو قال لي عليها هنا فين؟ في السلايد. لحد الان الفكره واضحه تماما. يلا بينا بقى ناخد بعض الايه، المصطلحات النظري. بيقول لك بالنسبه للريكيرجن مقارنه بموضوع الاتريشن وموضوع اللوب، يعني بيقول لك every recursive solution has a corresponding iterative solution. كل حل فيه ريكيرسيف ممكن يكون فيه بداخله اتريتيف، بداخله لوب. طبعا طبعا طبعا، هو ده اللي احنا اشتغلنا فيه. فور اكزامبل، مضروب ال n كان بي كالكوليتد ويز لوب، تقدر تشتغل باللوب، وهو ده فعلا اللي احنا عملناه. يعني عايز يقول لك
بدل ما تشتغل حضرتك بالطريقة دي تعال اشتغل بالطريقة ديت. يبقى انت غصب عنك هتشتغل بايه؟ بالإتريتيف. ليه؟ لازم اشتغل بايه؟ باللوب. وطبعا الكلام ده اللي هو برودكت بيكوال برودكت في الاي هو نفس الكلام ده. لو حد حاب يشتغل بطريقة تانية عبارة عن برودكت مضروبة او ضرب ايكوال اي، هي نفس السطر ده. يبقى انا هنا كده احتجت المين، احتجت الموضوع الاتريتيف اللي هو اللوب. طيب تمام، بيقول لك فور سام بروبلمز ريكيرسيف سوليوشنز ار اوفن مور سيمبل اند اليجنت ذان اتريتيف سوليوشن. ده رايه، بيقول لك في بعض الاحوال يعني في بعض المشاكل اللي هتقابلنا لقى ان موضوع الريكيرجن افضل بكتير جدا من موضوع الاتريتيف، لان احنا حلينا بطريقتين. هو شايف موضوع الريكيرجن هيكون اسهل من موضوع الاتريتيف وافضل، ومع اني انا بختلف معاه. طبعا كل واحد حر في رايه، وده هو وجهه نظره ان الريكيرجن هنا افضل من الاتريتيف. طيب تمام، ولكن خلي بالك الريكيرجن كان بيورك البروسيسور زمان ايام ما كان البروسيسور يعني بسيط، كان في سرعته قليلة، لكن دلوقتي طبعا البروسيسورز بقت عالية جدا فمحدش هيلاحظ البطء ده. You must be able to determine when recursion is appropriate. رجع تاني في كلامه بيصلح اهو، واضح ان عارف ان انا زعلت منه. فبيقول لي You must be able to determine when recursion is appropriate. لازم تعرف امتى هيكون الريكيرجن هو الوضع المثالي او الوضع المناسب، يعني appropriate اللي هو الايه، appropriate اللي هو الايه، المناسب يعني، او الحل اللي هو الافضل يعني. يبقى انت خلي بالك انا بقول لك ان الاتريتيف افضل من الريكيرجن، ولكن طبعا مش في كل مره تستخدم الريكيرجن. امتى تستخدم الريكيرجن؟ لما يكون هو ده الحل الايه، الافضل او الحل الوحيد على الاقل يعني. طيب تمام، يلا بينا نطبق نفس الكلام ده، ولكن بدل ما نشتغل على البرودكت نشتغل على الصم. ايه المعادلات الصعبه دي؟ ولا صعبه ولا حاجه، هو بيعقدها لك الاول وبعد كده رجع يبسطها. طب ايه رايك لو تبسطها لي انت وبعد كده نرجع نعقدها؟ مفيش مشكله. دي عباره عن ميثود، والله الميثود دي ما تختلفش اي حاجه عن اللي احنا شرحناه خالص، هي نفس الفكره. تعالى كده وقول له عايز اعمل بروجكت اسمه سم، او اسمه مثلا سم 2، مش مشكله، تعال نسميه سميشن علشان ما حدش يزعل. السميشن ده هتعمل فيه ايه حالا؟ هقول لك. تعالى كده شيل بس الكومنت دي علشان خاطر نوفر مكان لكتابة الكود والرؤية بالنسبة للشاشة بتاعتي، وتعالى هنا اعمل كنترول مع حرف الفي. الميثود هنا عندي اسمها ايه؟ اسمها سم. حاضر، عايزة سم 5. هقول له سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان، وعايزك تنادي لي الصم وتعمل لي صم للخمسه. طبعا هنا بيقول لي بابليك انت صم، طب ما تقول له بابليك ستاتيك وتريحني. معلش انا مش عايز اكريت اوبجكت. حاضر اهو، كان هنا في مشكله لما كنتش عامل موضوع الاستاتيك ده كنت شايله، هنا قال لي في مشكله لازم اكريت اوبجكت، لا انا مش هعمل الموضوع ده، فهشتغل بالستاتيك علشان خاطر ما كريتش اوبجكت. كليك يمين واللي عايز اعمل. طبعا هنا عندي مشكله، هنا ده عباره عن نم ما اعرفش جاب ان منين. كليك يمين واللي عايز اعمل ران الفايل، طلع لي 15. جبتها منين؟ حاضر لحظه بالراحه عليا. الخمسه لو انا حبيت اجيب الصم بتاع الخمسه، سم اوف 5 عباره عن ايه؟ واحدة واحدة، عبارة عن 5 + 4 + 3 + 2 + 1. طب بالله عليك المثال ده يختلف حاجة عن الفيكتوريال؟ لا، شلت علامة الزائد وحطيت ضرب، بس هو ده اللي عملته، شلت الضرب وحطيت زائد. يبقى بدل ما احسب الفيكتوريال بتاع 5 حسبت الصم بتاع 5، شيل الضرب وحط زائد. طب الكلام ده عبارة عن ايه؟ بسيط، الصم بتاع الخمسة 5 + 4 + 3 + 2 + 1، 1 و2 و3 6، 6 و4 10 و5 15. طيب معلش اغلس عليك شوية، الصم بتاع الاربعة بيكوال ايه؟ بيكوال 4 + 3 + 2 + 1، يعني كام؟ يعني 15 - 5، صح كده؟ يبقى 10. ايوه 10، لان انا شلت الخمسة من هنا.
محطتهاش. يبقى 15 ناقص 5 بكام؟ ب10، اللي هو عبارة عن 2 و3 6 و1 7 و4 3 و2 6 7 و4 11. طب نراجع تاني هنا، خلينا هنا 5 و4 9، 5 و4 9، 9 و3 12، 12 و2 14، 1 15. طيب تمام، هنا عبارة عن 4 و3 و2 و1، 3 و2 6، 6 و4 10، يبقى ده 11. معلش أنا اللي غلطان. عايز تتأكد؟ تعال نحسب الأربعة، كليك يمين ولا عايز أعمل ران الفايل، طلع ب10، يبقى أنا اللي حسبت غلط. عايز أحسب التلاتة بستة، يبقى هاجي هنا هقول له الصم بتاع التلاتة بيكوال تلاتة زائد اتنين زائد واحد. هنا في ايرور، هنا عايز اعرفه ايه هو الايرور ده. هو شكله ما بيجمعش الواحد في النهاية، هنعرف دلوقتي ايه المشكلة حالا. عايز احسب الصم بتاع الاتنين، هيطلع لي تلاتة، يبقى الصم بتاع الاتنين عبارة عن اتنين زائد الواحد بتلاتة، بعد كده الصم بتاع الواحد عبارة عن واحد، مجموع الواحد نفسه واحد ولا شيء واحد. يبقى عندي النتيجة بتاعتي عبارة عن ايه؟ كالتالي، 1 3 6 10 15. طيب تمام، انا اللي كنت بحسب غلط يا جماعه، معلش هو واضح من الصيام يعني. انا كنت بقول لك 3 و2 6، معلش انا اللي غلطان، 3 و2 5، انا اسف، 3 و2 5، طبعا الصيام يعني عامل مشكله، 3 و2 5 و1 6، 6 و4 10، 10 و5 15، 3 و2 مش 6، 3 و2 5، 5 و1 6، 6 و4 10، 3 و2 5 انا احفظها خلاص اهو، خلاص الصيام راح والحمد لله فطرت، كل سنه وانتم طيبين. 3 و2 5، 5 و1 6، 2 و1 3، 1 ولا شيء 1. يبقى انا كده الحمد لله شغال كده تمام. النتيجه بتاعتي عباره عن 15 10 6 3 1، 15 10 6 3 1، ده نتيجه الصم. طبعا يجي واحد يقول لي طب ما تشيل ده وحط الصم بتاع الأربعة، طب ما تشيل دول وحط لي الصم بتاع التلاتة. واضح ان الناس خلاص بقى فهمت الفكرة ماشية ازاي. ما تشيل ده وحط لي الصم بتاع الاتنين، ما تشيل ده وحط لي الصم بتاع الواحد، ايه رأيك؟ هو نفس فكرة المضروب، بدل ما كنت بقول له فاكت 4، لا كنت هنا بقول له صام 4 بس. يبقى الصام بتاع 5 عبارة عن 5 زائد صام 4، والأربعة عبارة عن 4 زائد صام 3 وهكذا. طيب كل الكلام ده عشان انت تشرح لي الفكرة، ولكن انا عايز افهم الكود، الكود انت عملته ازاي؟ ازاي تجيب صام الخمسة تطلع ب15؟ المسألة سهلة بنفس المفهوم اللي احنا اشتغلنا بيه، ولكن هنبدأ يعني نركز في كتابة الكود. public static int، لاني بريتيرن قيمه انتجر، لو انت عايز تخليها لونج مفيش اي مشاكل خالص عادي جدا، ولكن انا مش محتاج اللونج، كفايه عليا رقم صغير انتجر. بروح احسب، طبعا عندي ميثود اسمها sum، بحسب السم بتاع النم، بديله مثلا 5، والخمسه دي عباره عن انتجر اللي هي بتمثل المتغير نم. الريزلت هنا عندي ده عباره عن متغير انتجر، لو رحت لقيت النم بواحد ريتيرن مين؟ ريتيرن واحد، صح كده؟ ممكن اكتب ريتيرن على طول، لكن هنا قال لك ريزلت بيكوال 1. انا ممكن على فكره اشيل بقى الريزلت ديت، انا راجل الحمد لله فاهم الفكره ماشيه ازاي، واقول له ريتيرن على طول، ايه رايك؟ طالما انت فاهم بقى مش حافظ تقدر تشتغل على طول، ما تشيل الريزلت وقول لي ريتيرن على طول، ريتيرن
وشيل السطر ده بس كده. يبقى انا وفرت كام سطر؟ وفرت حوالي بتاع 3 سطور كود بمسألة سهلة جدا. مش مصدقني؟ كليك يمين ورن الفايل هيطلع لك برضو 15. اذا انا عدلت في الكود اللي كاتبه الكتاب، لاني فاهم، انا بتكلم مع الطالب اللي شغال معايا وفاهم كود، مش محتاج اخزن القيمة في متغير وبعد كده اقول له ريتيرن المتغير، لا خلاص على طول. لو بواحد ريتيرن الواحد اهو، لو بواحد ريتيرن الواحد، وطبعا احنا حسبناه. طب غير كده طبق نفس المفهوم اللي احنا عملناه في الفيكتوريال، ولكن شيل النم، شيل النم. طب وليه شيل النم؟ ده انا هشتغل بنفس المتغيرات علشان انا مش عايز حد يزعل مني، خليها ان اهي. ايه رأيك؟ نفس الكلام هيطلع لي برضو 15. يبقى القانون عبارة عن ايه؟ طبعا هنا بدل النم خليتها ان، ده اسم المتغير زي ما انت عايز. مش انا كنت بقول له في الفيكتوريال ان مضروبة في فاكت ان ناقص واحد؟ شيل الفاكت وحط سم، شيل الضرب وحط زائد، يبقى هي نفس الفكرة. الصام والفيكتوريال نفس الفكرة، ولكن طبعا النتيجة بتكون مختلفة لان اللي انا عايزه مختلف. هنا بحسب الصام وهنا بحسب الايه؟ الفيكتوريال. يبقى ان زائد صام للان ناقص واحد، ده القانون بتاع الصام. وشرحنا الفكرة ماشية ازاي وطلعنا النتيجة 15. طيب تمام، ارجع بقى تاني هتلاقي بيشرح لك نفس اللي انا قلته. طبعا هو ده الكود اللي احنا اخدناه وشرحناه وعدلنا فيه الحمد لله، شلنا النم وخليناها ان، شلنا المتغير اللي اسمه ريزلت وقلنا ريتيرن واحد على طول، ريتيرن ان زائد سم اوف ان ناقص واحد. طبعا دي غلطه من عنده، يا تخليها كلها ان يا بلاش. طب تمام، يبقى انا كده شغال تمام. راح يشرح لك بنفس الطريقه اللي احنا شرحنا بيها لما كنا بنشيل اهو، بنشيل 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 ونحط سم اوف 4، نفس الفكره اهو. سم اوف 3، سم، سم اوف 2، سم، سم اوف 1، بنفس الفكره. طلع لي 1 3 6 اهي، 1 3 6. يبقى انت تكتبها بالشكل ده اظرف علشان خاطر انت ما تتلخبطش لو جالك سؤال زي كده في الامتحان تفهمه انك انت فاهم. طبعا ده مش كود، ده عباره عن شرح، علشان كده انا عملت كومنت. تمام، هو ده الكود، عباره عن سيستم دوت اوت دوت برنت ال ان، بروح اطبع القيمه اللي راجعه لي منين؟ من استدعاء الميثود. بستدعي الميثود سم اوف 5 واطبع الناتج، بريتيرن قيمه المعادله دي او بريتيرن واحد لو انا كنت هعمل ايه، اعمل الصم بتاع الواحد، بريتيرن فعلا واحد. طيب تمام، ايه الصعوبه بقى فينا؟ احنا كده وقفنا لحد صفحه 14، يبقى صفحه 14 دي ان شاء الله المحاضره الجايه موضوع جديد برضه في موضوع الريكيرجن. ولكن في حاجه هنا واحد بيقول لي انت سبتها، ولا سبتها ولا حاجه، نفس اللي احنا قلناه. ريكيرسيف بروجرامنج كونسيدر ذا بروبلم اوف كومبيوتنج ذا سام اوف اول نمبرز، عايز يجمع الارقام ما بين واحد، طبعا الارقام البوزيتيف اللي هي الارقام الموجبه، من واحد لحد ان، من واحد مثلا لحد خمسه. This problem can recursively defined as، بنفس الفكره، ان زائد ان ناقص واحد زائد ان ناقص اتنين زائد خمسة زائد خمسة زائد ناقص واحد يعني اربعة، زائد خمسة ناقص اتنين يبقى تلاتة، يبقى خمسة زائد اربعة زائد تلاتة، لحد الصم من اول الاي بواحد لحد ان ناقص تلاتة. مش انت وقفت ان ناقص واحد، ان ناقص اتنين، رجع بقى يكمل اهو ان ناقص تلاتة لحد لما توصل للاي بواحد. ما هو ايه اللي بيوقفك؟ بوصل للواحد بس، هو ده اللي عايز يقوله لك. هتفضل ماشي 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 لحد لما توصل، طبعا ان ناقص 3، ان ناقص 4، ان وهكذا لحد لما توصل الاي بي كام؟ بواحد. دي طريقه صح كده؟ عمل لك نفس الكلام ولكن بشكل مختلف. قال لك ان الاي بواحد هيبدا من اول السمشن طبعا بتاع الاي، من اول واحد لحد ان، عباره عن الان صح كده؟ سمشن من اول الاي بواحد لحد ان ناقص واحد اهو، بيكوال ان زائد ان ناقص واحد اهو. يبقى بيحاول يعوض فقط في المعادله الرياضيه علشان انت ما تتلخبطش، مش عايزك تحفظ، ولكن انت فهمت الفكره ماشيه ازاي. ان زائد ان ناقص واحد زائد ان ناقص اتنين زائد ان ناقص تلاته، خمسه زائد اربعه زائد تلاته زائد اتنين زائد واحد لحد لما اوصل الاي بواحد. يبقى احنا كده خلاص خلصنا
المحاضرة الجاية إن شاء الله نبدأ في صفحة 14، هنكمل موضوع الريكيرجن. الريكيرجن داخل في الامتحان ومن الموضوعات المهمة جدا جدا. بكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.